ان شاء الله. خليني انا من حقي النهارده اقول يا ليله طبعا بيضه، طبعا يا ليله طبعا بيضه ويا ليله طبعا. جميله. امبارح كانت ليله استثنائيه لكره القدم المصريه، انتهت مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك، الزمالك هو اللي فاز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل. انا عارفه ان انت زعلان، لا لا والله وعارفه ان خالص انت والله لا متضايق، لكن والله عايز لا اقول الزمالك قدر انه صح. يكرر هذا الانجاز اللي حصل سنه 1994 لما فاز على الاهلي في السوبر الافريقي، الهدف كان لايمن منصور. النهارده بعد 30 سنه الزمالك بيعيد كتابه التاريخ مره تانية بفوز جديد، وده بيؤكد تفوقه في المواجهات الحاسمه. انا شخصيا كنت قلقانه جدا من الماتش ده، ولانه قلت حتى قبل الماتش ان اداء الزمالك في الماتشات الاخيره ما كانش بيبشر، بالذات لما لعب مع الشرطه الكيني 1-0 بالعافيه ما كانش مطمئن قوي، وان الاهلي في جورماهيا في الماتشين جاب 3-0، فانا قلت هيبقى التفوق اهلاوي، بس خابت التوقعات. والحمد لله انه الزمالك ليه طبع خاص، هو الزمالك لما بيبقى فيه تحدي بتلاقيه بقى حاجة تانية صح. خالص. الزمالك هو أول فريق بيشيل النسخة الجديدة من الكاس بعد تغيير الشكل. خلوني أقول لكم إن البطولة امبارح مشهدها كان يعني مشهد جميل، لأنها جمعت بين فريقين من أعرق الأندية في القارة. دايما بتكون مواجهتهم الزمالك والأهلي دول حاجة تانية خالص، غير أي ماتش تاني، مواجهة حاسمة، مواجهة مثيرة في الساحة الأفريقية، على فكرة مش بس الأفريقية والعربية، وامبارح كانت في دولية أيضا. دي حقيقة، وخلينا أقول يعني استكمالا لكلام نشرة، ألف مبروك لكل جماهير الزمالك. الله يبارك الحقيقة فيك. الحقيقة بطولة مستحقة وأداء أكثر من رائع من نادي الزمالك، برغم ودي أنا هقولها وأحط عليها شروط كتيرة جدا، برغم كل الإعلاميين وكل المتحدثين في الكرة كانوا بيتكلموا على أداء الزمالك الغير جيد، وإن الزمالك داخل أقل بكتير من النادي الأهلي، وبعض لعيبة الأهلي القدامى اللي طلعت بتصريحات وقالت إيه ده الزمالك إيه اللي راح يقابل الأهلي، أتمنى إن هو ما يطلعش أصلا طيارة السعودية عشان خاطر هيبقى شكله وحش لما يروح يقابل الأهلي، وادينا شفنا المفاجأة. عشان نعرف إن دي أساس كرة القدم، الكرة دايما ملهاش علاقه بده اهلي وده زمالك وده برشلونه وده ريال مدريد، ليه علاقه بالجهد والتعب في قلب الملعب، بتبذل مجهود وبتتعب هتلاقي، ما بتبذلش خلاص اديك زي ما شفت الفريق اللي نازل مغرور ونازل شايف نفسه. الكره ملهاش كبير مهما كنت انت مين ومهما كانت لعيبتك مين، اللي بيلعب واللي عنده اصرار واللي مؤمن بالتيشيرت اللي لابسه هو اللي في النهايه بيفوز، وده اللي شفناه امبارح. والحقيقة استكمل الكلام واقول ما ينفعش يكون في تعالي في كرة القدم، ولكن في النهاية انا مبسوط ان الزمالك رجع على منصات التتويج مرة تانية، مبسوط ان هو يعني دي هتبقى حافزة كبيرة جدا لمزيد من البطولات، وان يرجع يبقى هو الند الاساسي للنادي الاهلي. وطول ما بنشوف نادي اهلي ونادي زمالك وكمان دلوقتي معانا بيراميدز، ونتمنى ان يكون في اندية تانية كتيرة بتتناحر على البطولات، ده في النهاية هيفيد منتخب مصر، وهنشوف قوام لمنتخب مصر، قوام محترم وقوام جيد نتفاخر فيه في البطولات الافريقيه وكمان الدوليه، وهو ده اللي نتمناه. ففي النهايه الف 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 كمان مره مبروك لنادي الزمالك، ونتمنى ان دي تكون انطلاقه لموسم انجازي ان شاء الله. صباح